اخر وقت ماما. بعتذر اني جيت من دون ما اخبرك عبير. انا ماني هون كرمال لومك او حاسبك. اللي صار بيناتكم شي بيخصكم، ما لي حق اتدخل فيه. بس اللي صار مع خيي انا كمان صار معي مرتين، والمرتين حسيت انه حسيت انه حياتي خلصت. ما حدا له حق انه يبرم ظهره ويفل من دون ما يعطي فرصه لشريكه. اي خفت، بس لما قعدت مع حالي اتاكدت انه بدي كمل حياتي معك، فشي تركت لعندك. مش على اساس سبب تاكدت من مشاعرك وشو بدك لما قنعتني ارجع البس محبس هادي؟ عبير أنا يمكن ما عم بعرف أشرح لك، بس صدقيني فكرة الزواج خوفتني. صدقيني المشكلة منا فيك، مشكلة فيي أنا. أنا المشكلة. هادي أنت خفت بينك وبين حالك لأنه منك مغروم فيي، بس ما عم تقدر تتقبل الفكرة. هيدا ما اسمه خوف، هيدا عقلك عم بينبهك. لا حبيبي أنا بحبك كتير، بس مانك مغروم فيي. اللي بحب ما بخاف وما بيتردد. خليل مضي العقد مع يارا من دون ما يسألني. أنا هلا مجرب أفسخ العقد. الموضوع منه سهل، بس مجرب رأي طريقة. لحظة شوي. شو قولك ماسكي عليها هالبنت؟ ليش تتغير رأيها هيك آخر دقيقة وتفل؟ أكيد كامشي عليه شي. شو أولك عملها؟ أنت ما عرفتي شي جديد هيك خبرية تخبرينا إياها؟ أنت شو أكتر شي بيرجعك لطفولتك؟ يعني بيرجعك لحقيقتك، لنعرف مين نايا وشو شعورها الحقيقي تجاهنا كلنا بهيدا البيت. نايا ما تنسي انتخابات الجمعية قربت.